في نوعين من الكاميرات، في حاجه اسمها اتش دي وحاجه اسمها اي بي. طب الفرق بينهم ايه؟ النهارده الاتش ده بيشتغل للمنشات الصغيره، لمحلات، مصانع، لبيوت. طب عندنا النهارده الاي بي لما في منشات كبيره بنبدا السوليوشن بتاعنا وقف عندها، اللي هو مثلا لحد 1000 متر والكلام ده، نقدر نستخدم الاي بي. النهارده كل الناس فاكره او عندها اعتقاد ان كاميرات المراقبه هي عشان السرقه بس. لا، كاميرات المراقبه هي عمليه انضباطيه لحاجات كتير جدا. ايه اهمها؟ النهارده عندنا مثلا لو في محل النهارده عميل دخل يشتري حاجه ونسى القطعه دي، طب النهارده هو قال انا نسيتها، طب والنهارده انا طلعتها وعندي الدنيا تمام، ايه اللي يثبت ان انا النهارده هو خد الحاجه دي؟ نبدا نرجع لكاميرات المراقبه نقدر نشوف ايه اللي حصل ونجيبها ازاي. طب النهارده ليه انا استنى يبقى عندي مشكله عشان ابدا اروح اشتري كاميرات مراقبه؟ لا بالعكس، انا اقدر اشتريها النهارده بسعر تكلفه رخيصه، وابدا النهارده امنع اصلا ان الحرامي او اي حاجه تحصل لا تحصل. انا النهارده بعمل ردع كامل اصلا حد يفكر انه يدخل المكان ده. النهارده كاميرات المراقبه بتبقى حاجه اسمها بريزولوشن، بتقاس بالريزولوشن، يعني عندي 2 ميجا، عندي 4 ميجا، عندي 5 ميجا، عندي 8 ميجا. طب انا النهارده كل واحد يقول طب انا لازم يبقى اعلى واحده هي الافضل بالنسبه لي. لا مش شرط، احنا ممكن نستخدم ال 2 ميجا حاجه مثلا في بيت، انا عارف الاشخاص اللي داخل المكان، فالنهارده الشخص اللي داخل المكان ده بقدر اشوفه بسهوله جدا بكاميرا ال 2 ميجا. عايز مثلا مكان خارجي انا مش عارف الاشخاص اللي فيه، فابدا اركز على ريزولوشن اقوى عشان اما اجي اعمل سناب شوت من الكاميرا ابدا اقول مثلا الشخص ده حد يعرفه يبقى معايا بسهوله. بكاميرات الالوان طبعا الاول كان دايما المشاكل بتحصل بالليل، يعني دايما معظم الناس كانت تيجي بالليل، لا مش شايف الحرامي مثلا جه سرق، طب اجي ابص على البلاي باك للصوره، الصوره مش واضحه معايا. النهارده طبعا عملنا حل للموضوع ده، جبنا حاجه اسمها كولر فو، كاميرات من هيك فيجن. الكاميرا دي النهارده معايا ليل نهار الصوره واضحه 100%. هو النهارده هو الحرامي اللي جاي معتقد ان هو مش باين بالليل خالص، النهارده هو باين 100% فاقدر اجيبه بكل سهوله. فالنهارده الحرامي ما بيخش اي مكان بيامن الاول شوف المكان ده فيه كاميرات ولا لا، اما يلاقي فيه مكان اصلا مش هيقرب له. سيستم الكاميرات الاربع كاميرات، في ممكن نركب فيه لحد اربع كاميرات، يعني ممكن نركب فيه كاميرا 2 3 4، بيبقى فيه حاجه هارد ديسك من جوه، ده هارد ديسك ده للتخزين، يعني انا محتاج النهارده اخزن 7 ايام، محتاج اخزن 14 يوم، محتاج اسجل شهر، فباخد السايز بتاعي بتاع الهارد ديسك حسب ما انا محتاج التسجيل كام يوم. كاميرات الاور اس كاميرا طبعا بقت نازله تكلفه رخيصه جدا. النهارده كل واحد يقول طب انا هركب سيستم ب 1500، طب والبيت هيبقى شكله وحش، طب الكابلات اللي ماشيه، طب انا ليه اعمل الكلام ده؟ لا معلش، في كاميرات النهارده بديله كاميرا واحده تغنيني على اللي انا عايزه. بحط كاميرا واحده تكلفتها تبدا معايا من 350 جنيه لها عوامل كتير جدا. بحط كاميرا في البيت لو انا عندي مثلا طفل نايم وانا خارج المكان، بنزل ابلكيشن واول ما يصحى من النوم او يحصل حركه في البيت بيجي لي نوتيفيكيشن على التليفون تقول لي مثلا ايه في حركه، وابدا امسك التليفون افتح الصوره اشوفه مثلا صاحي ابدا اتكلم معاه تو واي اوديو. الكاميرا دي بتحتاج حاجه واحده بس، كارت ميموري، طبعا تكلفتها رخيصه، ما بتحتاجش نعمل سلوك، ما بتحتاجش نعمل اماكن. طب في حل تاني للوايرلس، في ناس تقول لك النهارده انا ما عنديش مكان فيه كابل في مخزن مثلا، حلينا الموضوع ده بكاميرا فيها بطاريه تقعد معانا 6 شهور كامله، نحطها نوصلها بس من اقرب مكان واي فاي، او لو ما عنديش واي فاي بنبدا نجيب لها شريحه ونوصلها ونشغلها، تبدا تشتغل معانا ليل نهار، وابدا اتطمن على المكان بتاعي بدون ايه؟ بدون مصدر كهرباء. بصراحه الاقبال بقى قوي جدا بعد حادثه الطفل طبعا بتاع المحله، طبعا بالشرطه طبعا عملت مجهود كبير جدا، بدات تروح تمسك من اول نقطه، شافت الكاميرات المراقبه، مسكت النقطه الاولانيه، بدات بعد كده تشوف اللي بعدها، الكاميرا اللي بعدها، لحد ما وصلت للي مختطف الطفل. طب النهارده لو انا النهارده ما عنديش كاميرات مراقبه في الشوارع، طب احنا النهارده لازم احنا يكون عندنا وعي ان احنا اصلا نفكر في الموضوع ده، نساعد الشرطه في ان احنا نركب كاميرات مراقبه، يبقى الموضوع سهل جدا ان ما حدش يفكر اصلا يعمل حاجه زي كده. بص، منطقه السعر طبعا رخيصه جدا، عندنا كاميرا رقم واحد في العالم بتبدا معانا من 200 جنيه، الهارد ديسك يبدا معانا من 170 جنيه، فالنهارده تكلفه في متداول الايد. النهارده اركب سيستم لا يتعدى ال 1500، يعني الاربع كاميرات بكل حاجه توصل معانا 1500، كاميرا واحده متوسط بتاع 200 جنيه.